السلام عليكم ورحمة الله وبركاتكم حق شباب، إن شاء الله تكونوا بألف خير وجاتكم أنشجكم مقطع جديد. قبل بداية المقطع الشباب لازم أنكم تصلوا على النبي، بعدين لازمونا من خاضعتها زر الاشتراك لايك المقطع وفعل الجرس، كمان لا تنسوا استخدموا كود لكم شوف شي شبار أمامكم. خلينا نبلش على طول في هذا التحدي يا شباب. بحكي لك فرقع إطارات مركبات IO، عليك أن تفرقع بس لو إطار مركبة واحدة. خلص هذا التحدي، تحدي سير مباشر وما بدك شيء. عشان تلاقي مطاط، عشان تلاقي مركبات اي او بتروح على اي محطه اقمار صناعيه. بالنسبه لي جت على هاي المحطه الاقمار الصناعيه، كل عليك انك تيجي وتقوم بفرقعه الاطار مثل هيك. شايفين مثله تحدي سيل ومباشر جدا جدا، ما بده اكثر من هيك. كل عليك انك تقوم بفرقعه اطار المركبات اللي خاصه في مركبات اي او. انا راح اظن اكمل هسه حكي حدنا خلص دقيقه كيف ليش مش عارف خلاص. فالمهم يعني تحدي سير مباشر وما بده شيء، بتقدر تخلصه اصلا بنفس الجيم، يعني اكيد راح تخلصه بنفس الجيم لانه مطلوب منك اصلا تساوي بس مركبه واحده. فهي عندك الموقع غاد وفي موقع هون، مثلا اذا رحت غاد لقيتها مدمره تيجي تلاقي هون المركبه الثانيه. وهيك شباب كنا التحدي لليوم، لازعمونا الخضار زر الاشتراك لكن مقطع فعل الجرس. شوفوا فيديو مقطع جديد، مع السلامه، بيس.